السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم دوماج مشى الماتش ديال الكاميرون بوحدو اللي مشى لينا، طلعنا ديال السنغال وطلعنا ديال السودان. السودان ما حطيتوش ليكم تما، ولكن حطيتو في التعليقات مع واحد السيد كنت كندوي معاه اللي كيمشي التعليقات وكيشوف راه غادي يكون شافو. ما عليناش الدراري، غد اليوم داز غدا وثاني نهار جديد ان شاء الله غنحط لكم ورقه مسكره ان شاء الله. المهم قررت انه ما نبقاش نحط لكم داكشي ديال الكوتي واحد جوج واحد واحد خمسه واحد سته واحد سبعه، اللهم نريسكي واحد شويه ولا طلعت ورقه راه مزيان. دونك داكشي علاش قلت نبقى نحط لكم كوتي جوج بحال هكاك. المهم الدراري، الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش ابوني جيم كومونتير زوين. المهم الماتش الاولاني هو الدراري ديال اوزباكستان مع السعوديه. الدراري السعوديه الدراري خصها تغلب ضروري، واوزباكستان حتى هي خصها تغلب. السعوديه الا ما غلبتش في هذا الماتش هذا غادي تقول باي باي لكاس العالم، دونك غنلعبوه بيا الدراري يماركيو بجوج هذا الماتش هذا. لبي الماتش الثاني الدراري ديال فيتنام الدراري مع الامارات الدراري، حتى الامارات هذا الماتش الدراري حللتو مزيان غيطلع بلبي ان شاء الله الدراري، نبي ان شاء الله غير ماركو بجوج. المهم هي الورق هاد الورقه الدراري غير غنقدم لكم شي توقعات على جوج الميتشان هادو، ما درستهمش مزيان صراحه، ما درتش جوج ميتشان، ولكن غادي نعطي غادي نعطي لكم غير التوقعات ديالي حول هاد جوج ميتشان هادو. المهم هادوك اللي حللت راه عطيتهم لكم ديال السعوديه وديال الامارات، هذا هاد جوج هادو غير غادي نقول لكم. استراليا الدراري تغلب الدراري استراليا. الكويت الدراري تماركي اكثر من 5 د البيوت، يعني ديروا ليها 5 ونص اكثر من 5 د البيوت، يعني تماركي 6 الفوق. لعبوا الكويت بحال هكا، انا هذا هو التوقع ديالي. هاد تايوان هادي ماشي شي فرقه اللي واعره، دونك استراليا تغلب والكويت تماركي اكثر من 5 د البيوت، يعني 6 الفوق بلس 5 ونص راه كتلقاوها في الكوتي.